معتصم، الحياة كريمة في دمياط. احنا عارفين حياة كريمة ده يعني كل حاجة مرتبطة بحياة مواطن هيستفيد، زي ما كنا بنتكلم، وهو ده الواقع بصراحة. أكبر مشروع للتنمية المجتمعية عرفته الإنسانية حتى هذه اللحظة. إيه الحاجات أو أبرز الحاجات اللي مركزين عليها هنا في دمياط، أو اللي لاحظتوا أنها تحتاج تركيز؟ لا، هو الحقيقة احنا ما بصناش لحاجة واحدة، يعني احنا بصينا لحياة المواطن انها من كافة الجوانب. احنا عايزين نخلي المواطن يحس بحياة كريمة ويقدر ان هو ينتج كمان ويبقى فيه تنمية مستدامة. يعني انت مش هبص للمواطن للحاجات الاساسية، ليه؟ لان الحاجات الاساسية اللي هي الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والتعليم دي حاجات اساسية. لا، ده احنا كمان هنبص كمان ان احنا نخلي المواطن نقدر نخليه يشتغل كمان في مجمعات صناعية، وان انا اقدر ان انا اخليه يعني ازود له الحكايه بتاعت ان هو يقدر بعد كده التنميه يكمل هو تنميه في المركز لوحده. مش من غير ما انا، يعني انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل بنيه تحتيه تبنى عليها بعد كده شغل في المركز، وتبقى المحافظه دمياط تقدر انها تبقى انتاجيه اكتر. المركز ما يبقاش مركز بس عباره عن زراعه بس او كده، لا، يبقى زراعه وصناعه وتجاره، ده كله يساهم في الاقتصاد المصري. وده اللي احنا بنبص عليه، ان تنميه المشروعات الصغيره والصغيره والمتوسطه ده بيبتدي الاول من انا اصلا يعني اسري المواطن، اخليه الاول يبقى الاحتياجات بتاعته تبقى مكتمله، وبعد كده يبتدي يفكر انه يعمل مشروع. يعني حضرتك هتقدر ازاي تعمل مشروع وانت مثلا الصرف الصحي بتاعك مش مظبوط، او الميه مش مظبوطه، او التعليم بتاعك مش مظبوط، او ولادك في مشاكل عندهم صحيه ومش قادر تشوفها. فاحنا الرئيس بص الموضوع ده، ان احنا ما بنستثمر في المواطن في التنميه البشريه اكتر ما بنستثمر في الصناعه او التجاره. يعني المشروع ده مشروع حياه كريمه، انا شايفه ان هو ده استثمار كمان، مش ان انا بس بخلي المواطن يبقى صحته كويسه او حياه كريمه، لا، ده استثمار في الموارد البشريه وفي التنميه البشريه بتاعه المصريين. 60 مليون مصري في القرى، 4500 قريه، انت متخيل لما انا اقدر ان انا اخليهم يقدروا بعد كده يعملوا مشاريع متوسطه او صغيره ويساهموا في الاقتصاد، ده في حد ذاته استثمار ليا. فدي من الحاجات اللي احنا بنفكر فيها دايما، والرئيس دايما عايزها. ان المواطنين 60 مليون، تخيل لما 60 مليون فيهم كم ممكن يطلع فيهم كم رجل اعمال، كم واحد ممكن يبقى يعني يبقى رائد اعمال في حاجه معينه في مصر، يساهم في اختراع حاجه. الناس دي ما كانش قادره تعمل كده لان هو مشغول، لان ما كان مشغول بحاجات تانيه خالص، مشغول مرتبطه باحتياجاته الاساسيه. أيوة، فقط لغير. انا عايز يخرج بقى من المثلث ده، يبقى يطلع بقى في مثلث الاحتياجات، يطلع بقى ان هو يسري المجتمع ويساهم فيه.